يلا اخواني الاعزاء، احنا في مسجد المقدسه وان شاء الله جبل النور يسموه، يقول العراقي، وجبل كوسنجي يعني جبل الحجر، الجبل الحجري. نعم اخوان، السلام عليكم صاحب المنصور حسن هشام. نعم. حسان جعفر عندك ذكريات يا كريم داوود. نعم. هذا صاحب هذا المنصور حيدر صبحي. عندك ذكريات؟ قلنا هذا الجبل شوفوه. نعم. انا جاي اسعد اذكركم بالجبل مال قم. نعم. ها مال قم. مال قم اللي تعبتوا فيه وطحتوا. ها حسن تذكر يوم قوة الزين؟ الجبل عالي. هسه الجبل هذا اعلى من ذاك. يا رب مشهد. الشكل غالي. نعم صوتك يطلع. نعم. نعم اخوان، مثل ما جاي يشوفون طبعا بالبدايه جمعه مباركه على الجميع ان شاء الله، جمعه مباركه على الجميع، بركه الصلاه على محمد وال محمد. واحنا اخوان متجهين ان شاء الله للمزار ياسر وناصر، فبالطريق السايق جابنا لهذا المكان، هو جبل النور يسموه يقول العراقيين، وجبل كوسنجي يعني جبل الحجاره، مو نعم جبل حجري. إيه؟ جبل حجري. نعم هذا ابو محمد الاخ العزيز هنا سايق. فارسي كوه يعني جبل عربي، ثنجي ثنجي يعني حجر. نعم كوه ثنجي. كوه ثنجي اي يعني فارسي. نعم اراغي جبل. نعم. جبل حجري. نعم نعم. اكو شيء فوق يعني لو بس فوق مزار شهداء مفقودين. نعم نعم شهداء يعني شهداء إيران. شهداء ومفقودين اكو فوق التل، يعني حقيقة البلد اللي يحترم شهداء بلد هذا يعني محترم. احب البلد اللي يحترم شهداء ضحوا باغلى ما عدهم. نعم ابو زكي وحسن. نعم احنا على القمة الاولى، بعدنا بالقمة الثانية ما صح. ها احنا وصلنا القمة الاولى. نعم ابو زكي حسن عباس عندك ذكريات هم عجيبه يعني. نعم نعم اخوان، مثل ما جاي تشوفون هاي المناظر الطبيعيه من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من المشهد المقدس. نسال من الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلاد جميع المسلمين ان شاء الله. نعم نعم. وهي الاخ العزيز ابو مقتدى اليوم بي حيل صعد الجبل احسن من عندي شيء. انا رجال تعبان بعد يوم. بعد يعني تذكر اخواننا بالسفر السابقه. نعم نعم. اخواننا ناهو وخان حسن صعدنا جبل الامام الخضر. ها ها بالخضر مقام الخضر. مقام الخضر. نعم. وتعبنا بيه بوقتها كلش تعبنا. نعم. كان بيها صيف والدنيا حاره. نعم. صوتك يطلع. نعم. نعم. اكمل القمه. نعم. ان شاء الله. نعم اخوان مستمرين بالبث المباشر من جبل كوسنجي. كوسنجي يعني جبل الحجر، العراقيين يسموه جبل النور. ونسال من الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، الله يحفظكم. ان شاء الله ما نسيناكم الدعاء عند الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام، دعواتنا للجميع، ابو مقتدى الرجال هم قرأ الزياره وصلى هم ايضا. أنا ما أطلع. نعم أخوان، طبعا هاي اللي احنا مرات شباب حتى عمرهم 30 سنة يقول شو صعد هذا، بينما هو هنا، هو هنا خلي شوي نسولف. طبعا اكو شباب يقول تعب صعوده، بينما هنا يعني حتى الشياب الكبار، بينما من اسئلة اقول له تعبان يقول لي لا، بينما احنا يعني تعبنا كل شيء. اذا تشوفوني قوه جاي قوه جاي نتنفس. ابو مقتدى، ابو مقتدى صعد الجبل اليوم، جبل كوسنجي. كوسنجي كوسنجي ابو محمد. اي نعم. ها وين؟ وين؟
ما معلوم قليل ضباب. اخواني الامام يقول سايق الامام رضا المنارة تبين منها الارتفاع بس الكودان ضباب. ومثل ما جاي تشوفون الاجواء يعني جميلة والرائعة، والعالم الظاهر هنا هم نفسهم، مو قصدي يعني اللي يجون سياح، لا هم اهل المنطقة، اهل مشهد وغير المناطق، هم عندهم مثل الرياضة الصباحية. نعم مثل يعني عندكم ابو محمد بس دقيقة من وقتك، يعني عندكم مثل الرياضة الصباحية بتسلق هذا الجبل يعني؟ شنو؟ رياضة يعني صباحية؟ اي 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 يعني عندكم كبار صغار بالسن يصعدون؟ اي كلش نوع من الرياضة الصباحية؟ اليوم هسه ناس ماكو قليل. نعم يوم باكر يوم سبت داخلها نعم ازدهام. نعم ها ها اي باكر ان شاء الله يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله. نعم نعم يعني يقول اليوم ظهر شنو الجمعة ما عندكم مطالعة بالجمعة؟ ها بالجمعة ظاهر بالجمعة ما يطلعون هنا فعدهم اليوم السماء مو زين بس كل ما معلوم يعني اليوم يعني قصدي يقول اليوم ضباب نوع من الضباب اكو تشويش يعني على هذا فمثل ما جاي يشوفون اخواني يشوفون المناطق السكنية والمناطق السياحية الموجودة هذا احد المناطق السياحية يعني هي لربما مئات المناطق السياحية موجودة في مشهد اي 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 داخل مشهد اي فلربما مئات المناطق السياحية هي في مشهد نعم نعم اي مو جاي انت نعم نعم بس دقيقة نعم اخوان مستمرين بالبث المباشر وهذا الجبل هم صعدنا يعني احنا لو ما جاي اسولف يجوز بالتصوير ما بيصعده بس انتهيت بالتصوير هذا قبلي لحقني الاخ ابو مقتدى نعم 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 اخوان احنا على ارتفاع كم متر ابو محمد تقريبا؟ نعم 700 تقريبا اقل من 1000 متر الارتفاع الموجود هنا وهاي نعم نعم هاي هنا هذا الارتفاع العالي اكو مراقب شهداء نعم شهداء هنا يعني يدل على مدى اعتزازهم وامتنانهم للشهداء يعني هم يستحقون كل شهيد يستحق كل موضوع لكم بس هلا شوف الشارع هذا وين بعد اكو فوق ها ها نعم اخوان متشين بارتفاع اعلى بعد الظهر عبالي خلصت القضيه هنا الظهر ما خلصت نعم اخوان هاي البحيره شنو اخي محمد هاي بحيرة أمام ماء يعني بحيرة شو مال سباحة ولا شو؟ لا أها نعم إخوان يعني مثل ما جيت شوفون الأجواء ترى ولو الشمس طبعا جت على وجه الموبايل نقدر الاتجاه مالنا ما توقعت أصعد بعد ارتفاع عالي والله بعد ما بي أنا شوفوا إخوان شلون يلعب رياضة هذا الإيراني يعني ابو مقتدى يريد يكمل للفوق بعدها ما اعرف يعني هاي كلها بعد عن حسن هشام وناهر هسه تقولوا شوفون الوضع ما انتم ما عبالكم شغله بسيطه ترى هو انا 700 متر انا صاعد هسه وبعد هاي فوق هاي تصعد فوق خوف زينه ها نعم اخوان نعم اخوان مستمرين صعود الجبل كاسنجي كوسنجي عن جبل النور بالهاي بالهاي والله بعد حراج هذا شارع شنو؟ هذا الشارع ابو سليماني ابو المهدي المالي يعني سوى هذا بس دقيقه اذا توقف لي شويه قبالي ابو محمد مقابلي نعم نعم ابو نعم كافي شارع بس دقيقه نعم شنو هذا الشارع؟ هذا الشارع قاسم سليماني ابو مهدي الماندل طبعا هذا الشارع مسميه باسم الشهداء القاده النصر إيه. الله يرحمه ورحمه الواسعه ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني الله يرحمه ورحمه الواسعه ومثل ما جاي تشوفون اخوان المناظر اي ها بعد ما ابي ابو مقتدى اي هاي ابو مقتدى هذه صعد الجبل انا بعد ما ابي والله
تعبت. وهاي من مشهد اخواني المقدسة. نعم نعم اخوان، مستمرين بالتصوير. احنا ما نعرف الصوت واضح، الصورة واضحة معنا. طبعا هاي حتى ارتفاع خطر، لان مرتفع عالي كلش، مثل ما جاي يشوفون الاجواء. حتى ضباب ابو مقتدى هنا، شوف ضباب، لان احنا على مرتفع تقريبا 1000 متر ابو محمد، تقريبا 1000 متر ارتفاع، 1000 متر. والله ليش ما يطلعون؟ ما يطلعون، ظلوا. نعم اخوان، هاي اللقطات الاخيره ان شاء الله للجبل، ومتواجهين ان شاء الله. اهم بثيكم ان شاء الله اليوم هواي عندنا يكون بث مباشر من المزارات، ياسر وناصر من اولاد موسى بن جعفر عليه السلام. خالد آه نعم تشالي دره. تشالي دره ما اعرف الولد يحكي ابوه شنو. تشالي دره مكان سياحي. نعم سيارات سرعه. نعم تلفريك بحيره. طبعا هذا الولد ابو محمد خوش انسان، وانا راح اخلي رقم تليفونه من ضمن التعليقات ان شاء الله، على مود اللي يجي المشهد يتصل بي، وهو يكون بخدمته. انسان طيب، ومبين عليه من وجهه انسان طيب ورجال على باب الله همه، وما يقصر وياكم ان شاء الله. خلي رقم موبايله بالتعليقات على مود اتصال ابو محمد. سلام لاخو الاعزاء. نعم ناحيه جصه صاحب وناهم صاحب. نعم حيدر صبحي سلمان كريم. نعم كل اصدقائنا حسن هشام. إيه؟ إيه؟ اركان جعفر وخاصه يعني ما نقدر نذكر كل اهلنا بجصان ان شاء الله. وقت اهلنا بجصان كلهم. نعم 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 ان شاء الله. احنا نتذكرهم من هذا المكان العالي والمرتفع. نعم الحلو. هو جو وياهم فتره من الفترات المبتدا. نتمنى لهم ان يجون. نعم. ويزورون، بس مو بهالجو، جو شويه بارد. نعم نعم نعم. شويه جو صيف، جو ربيع. نعم. شويه طلعوا غيروا عن نفسكم. نعم. انت بهالمرتفع العالي شنو دعواتكم للجصانين بخاصه وللشعب العراقي عامه ان شاء الله؟ ان شاء الله يعم الخير والامن والامان. يعم الخير والتوفيق للجميع وشفاء المرضى ان شاء الله. ويعم الخير على بلدنا. اي والله ان شاء الله. بلدنا هذا اللي ساد الظلم والاضطهاد. نعم. لمده 18 عام. نعم. بلكة تتحقق الأمانة لهذا الشعب المظلوم إن شاء الله. هذا الشعب الجريح. نعم. الشعب الذي جاف الأويلات من زمن النظام البائس. مستمرين إن شاء الله حتى من المزارات من رسول الله ناصر وياسر إن شاء الله. أنا بعد ما بيه أبو مقتدى، بعد ما بيه أمشي.